عبد الإله رزيق المدير التقني الوطني للجامع الملكي المغربي للجمباز وحكم دولي في رياضة الجمباز الفني دوكور. فيما يخص نشكر الاتحاد العربي وكذلك الاتحاد الجزائري على تنظيم هذه التظاهرة اللي تعتبر يعني كتظاهرة دولية كمثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذلك البطولات الإفريقية اللي تنظمت على الصعيد الإفريقي والعربي، دائما يعني التنظيم في مستوى عالي. وكنشكر جميع الأعضاء المكتب ديال الاتحادية على هذا التنظيم اللي وكذلك السلطات الجزائرية على هذا تهيئة هذه القاعة لمستوى عالمي. وكذلك كنشكرهم على الترحاب اللي رحبوا كذلك الفرق المغربية، وكان تباري بين يعني الفرق المغربي وكذلك الجزائري، والحمد لله حصلنا على جوج ميداليات فضية وكذلك ميدالية نحاسية، واليوم إن شاء الله غنحصلوا على ميدالية ذهبية في الأرض وكذلك في حصاء في جهاز الحلق. والشكر الجزيل لجميع مكونات الإخوان ديال الجزائر. شكرا.